Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan reaction video tentang Zain Ramadan. Sebelum itu, teman-teman harus subscribe dan like, comment, dan share untuk membangun channel saya. Oke, kita lanjut saja dengan videonya. على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورمت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا أنام كلما أغمضت عيني أسمع انفجار ويشتعل سريري دخانا ونار وتنزف الألعاب. سيد الرئيس تنزف الألعاب. سيد الرئيس نحن الهاربون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن المتهمون بالعبادة بالعبادة المحكومون شنقا للعبادة الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة بالشهادة. سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمة العالقة بين يديك. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يديك. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب saya tentang Zain Ramadan. Semoga menghibur teman-teman semua dan semoga di bulan Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai bertemu dengan video selanjutnya.